خذوا الشاب بعيد تم إبلاغنا تقريبا على الساعة 6:30 عن وجود اشتباك مسلح على بوابة الطور وعن وجود 4 إصابات خلال الاشتباك. تم انطلاق سيارتين اسعاف من مركز اسعاف نابلس الى موقع الحدث، لكن تم منعنا عن جهية من قبل قوات الاحتلال من الوصول الى موقع الحدث. الجيش يعني دائما بوقف على البوابة، الشباب صفوا السيارة، هنزلوا في سلاحهم، بلشوا طخ على بعض، اشتبكوا مع بعض.